استحق سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لقب ناظر مدرسة القلعة الحمراء بسبب تولي منصب مدير الكرة خلال الفترة الماضية، لأنه نجح بحنكته ومهارته وخبراته الإدارية في إنهاء كافة الخلافات بين نجوم الأهلي. شارك عبد الحفيظ مع الأهلي كلاعب في الكثير من المباريات، وصلت ل 220 مباراة رسمية، توج بالعديد من البطولات مع القلعة الحمراء، وصلت ل 14 بطولة منها 6 بطولات دوري وبطولتين كأس مصر وبطولتين سوبر مصري وبطولة كأس النخبة العربية وبطولتين كأس دوري الأبطال بالإضافة للسوبر الإفريقي. ظهرت قوة عبد الحفيظ في منصب مدير الكرة في التعامل مع الأزمات، وكان ليه دور إيجابي في امتصاص غضب اللاعبين بسبب الجلوس على الدكة، ونجح في إنهاء العديد من المشاكل بين اللاعبين وإظهار الانضباط والحزم داخل صفوف القلعة الحمراء. مدير الكرة كان قوي في الدفاع عن حقوق النادي الأهلي سواء بعد الانتصارات أو الإخفاقات، وأكد العديد أن عبد الحفيظ نجح في أنه يرهب المنافسين، وكانت تصريحاته سبب قوي في حصول المارد الأحمر على بطولة الدوري العام في الموسم الماضي بعد ما كانت قاب قوسين أو أدنى من الذهاب للغريم التقليدي الزمالك. عبد الحفيظ استعان في منصبه بخبراته مع البرتغالي مانويل جوزيه وحسام البدري، ونجح في الخروج بتوليفه جعلته يمهد الطريق للمدربين الاجانب اللي تولى معاهم المسؤوليه في رحلتهم مع الفريق، وتقديم كافه سبل المساعده اللي تكللت في النهايه بحصد البطولات.